ليه وتيجي الخطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام عنوانك بتتمشى لوحدك ليه وتيجي الخطة في دماغك ولأسئلتك ورا ظهرك هدنة الأحزان ما هيش فرقة ورا ظهرك. ومش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فارقة مدام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فارقة ومش فارقة مع إهمال أثر خوفك مش فارقة. الحمد لله 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 احسب لي سرعة الأيام بطول العمر على المدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره على الغدة. احسب لي سرعة الأيام بطول العمر على المدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره على الغدة. حافظها هيجي وراك تقوم واقع تقوم شايلك في سكتها وتاخد سرعة راسية وتنزل رشق في ساعتها وتاخد سرعة راسية وتنزل رشق في ساعتها وتنسى بتتمشى لوحدك ليه وتيجي الخبطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك ليه وتيجي الخبطة في دماغك ماهيش فرقة ومش فرقة بقى تشوفك دام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فرقة ومش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فارقة ومش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فارقة ومش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نافعة مع إهمال أثر خوفك دي مش فارقة
حالي ندوي وراك تقوم تقوم شايلاك في سكتها وتاخد سرعة رأسية وتنزل رش في ساعتها تقوم شايلاك في سكتها وتاخد سرعة رأسية وتنزل رش في ساعتها تجيب خبطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك ليه وتيجي الخبطة في دماغك وتنسى وسنك كام عنوانك بتتمشى لوحدك ليه وتيجي الخبطة في دماغك ومش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نفعة مع اهمال اثر خوفك دي مش فارقة دي مش فارقة بقى تشوفك مدام الحسبة مش نفعة مع اهمال اثر خوفك دي مش فارقة ومش فارقة ومش فارقة تجي سرعة الأيام بطول العمر عالمدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره على الغدة احسب لي سرعة الأيام طول العمر عالمدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره على الغدة تنسى الريحة مش هادة شفتك القلب في الشارع حافظها الكلب في الشارع هيجري وراك دي عربية وشيلاك في سكتها تاخد سرعة رأسية تنزل رش بساعتها تقوم شيلاك في سكتها وتاخد سرعة رأسية وتنزل رشق في ساعتها تيجي الخبطة في دماغك تنسى انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك لا تيجي الخبطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك لا وتيجي الخطة في دماغك وتنسى وتنسى ومش فارقه مع اهمال اثر خوفك ماهيش فارقه ماهيش فارقه ماهيش فارقه ماهيش فارقه مش فارقه مش فارقه كده كده خلص كن فيكون حاجتك هادي خلصت خلصت ايوه
كتبت وخلصت وأحا. لحين جاء وقت الأحا الحقيقية. احسب لي سرعة الأيام بطول العمر عالمدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره عالغدة. احسب لي سرعة الأيام بطول العمر عالمدة مع إهمال أثر خوفك وتأثيره عالغدة. بتفرز ريحة مش هي حافظها الكلب في الشارع، حيجري وراك تقوم واقع. ايش تحسب؟ تيجي في وش عربية تقوم شايلاك في سكتها وتاخد سرعة رأسية وتنزل رشق في ساعتها. تيجي في وش عربية وتاخد سرعة رأسية تنزل رشق في ساعتها وتجي الخطة في دماغك وتنسى انت اسمك وعنوانك. بتتمشى لوحدك له تيجي الخبطة في دماغك انت اسمك ايه ترجمة.
وتنسى كل أسئلتك ورا ظهرك وترجع هدمة الأحزان قصاد الناس. مهيش فرقة بين بس ورا ظهرك وتقلع هدمة الأحزان قصاد الناس. مهيش فرقة ومش فرقة. Let's talk about it. Let's do everything you want. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمام. Can you lose what you never had? Can you lose what you never had? صحيح. When you got nothing, you have nothing to lose. صحيح. You cannot lose what you never had. When you got nothing, there's nothing to lose. خلاص؟ تمام. نتفق. نتفق. كتلة على قيد الحياة. كتلة على قيد الحياة تتحرك بالطاقة اللي جات حركتها بتعمل فيها كده. تمام؟ هذا المتحرك. من المحرك؟ قصة مين يا مشمش؟ على يعني في الليلة دي وجدت نفسك في مشهد، في قصة بتحصل، في حركة، الحركة من ألف لباء، خلاص بتعمل ظلال، تخيلات، كل مفردة في المشهد تلقميهم كده جنب بعض تكون لك قصة. صح؟ قصة مين بقى؟ قصة المشهد، قصة المفردة، قصة اللي شايف، قصة مين يا مشمش؟ كتلة معلها يعني كتلة على قيد الحياة وجدت نفسها في مشهد، هي الوحيدة في مشهد على قيد الحياة. تمام؟ بتسأل أظن يعني لأن الصوت طالع من الكتلة الوحيدة اللي على قيد الحياة في المشهد، صح؟ فبتسأل، بتسأل مين يعني؟ بتسأل، بتكلم، بيطلع منها صوت، صحيح؟ تمام، أكيد أحد معاها، أنت اللي ما أنت شايف. قصة مين يا مشمش؟ ما هو لو كانت الحكاية حكاية قصة المتحرك، يعني في قصص مداد، في قصص، كل المتحركين لهم قصة، الحركة هي قصة. تمام؟ يبقى لا، هل هي قصة المشهد؟ هل هي قصة أحد مفردات المشهد؟ هل هي قصة إيش يا مشمش؟ هناك حركة، خلاص؟ تتبعتي الحركة، لقيتي مصدر الحركة أن هناك متحرك اسمه القلب، صحيح، تمام. حذري فزري مين المحرك؟ بس هو كذا، هو ده التساؤل الوحيد. تصحي من النوم تلاقي نفسك على قيد الحياة، تعرفي انه الحياة دي بتحصل بدون ارادتك تماما، يعني هي كده، صحيح؟ فتتبعي الحركة، ما انت قاعدة تدوري بقى، مشيتي ورا الحركات اللي بتحصل، صحيح؟ اوكي.
واحدة فيهم لقتي عينة صح؟ صح. لما لقتي عينة ايش صار؟ اكتشفتي انه انا ده بتحرك لوحده، ما هو مشبوك في الفيشة، ما هو انسان عالي. ايوه لا حول قوة الا بالله. يا ما عروسة باغة بتتكلم ماما وبابا يعني. لا خالص، ما هي مشبوكة في فيشة. المهم فوجدتي كتلة بتتحرك على طول على طول على طول. تسأليها حبيبتي صباح الخير كيف الحال، مين اللي بحركك عشان بنفهم الليلة؟ ف يا ترد عليك يا ما ترد عليك، يا تفهميها لوحدك يا ما تسأليها، لأنه خلاص أول ما توصل هناك وتجدي إنه القلب بيتحرك كده بالنباهة، إيش اللي يحرك الكتلة؟ قوة أقوى منها طبعا، طاقة أي حاجة صحيح؟ المتحرك كتلة ثابتة حتى تأتي قوة تحركها تمام؟ ندور بقى على القوة اللي بتحرك الكتلة الثابتة لما ترتفي تاني، لما ترجع تنام تقعد تدور على المحرك. صباح الخير يا مولاتي. الحمد لله، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، اذهبوا فأنتم طلقاء.